المملكة العربية السعودية وبشكل مفاجئ، حتى للوسائل الإعلام بيتفاجئوا. احنا كلنا ساعتها هنتفاجئ ان شاء الله. هذا اللي بنتمناه ب 23 طبعا، وحدة عربية، الوحدة الوطنية العربية. صورة استثنائية للقادة العرب في جدة، يتوسطهم الرئيس بشار الأسد، مشهد غاب عن جامعة الدول العربية منذ 12 عاماً. ولي العهد السعودي محمد بن سلمان رحب بعودة سوريا بعد تجميد عضويتها لسنوات. إعلان حالة الطوارئ في كندا وبسبب حدث مؤسف. أعلنت السلطات الكندية عن حالة الطوارئ، كما دعت سكان الضواحي إلى البقاء على أهبة الاستعداد لإخلاء منازلهم في أي لحظة. ستتجه الأنظار ومعها الإعلام إلى مدينة نيويورك الأمريكية ولحدث مؤسف، وأراها تواجه كارثة طبيعية خطيرة. إذن مشاهدينا، هذه الصور المباشرة من نيويورك من الولايات المتحدة للتلوث الذي نتج عن الحرائق المشتعلة في كندا. نشوف بكندا عم بتسجل حالات شوي اختناق من شيء ما بعرف شو هو، اختناق لبعض مناطق مش لكل المناطق. وتسببت الحرائق على سواحل المحيط الأطلنطي والمحيط الهادئ في احتراق 4,400,000 هكتار حتى الآن، كما أدت لانتشار الدخان الذي تسبب في إصابة السكان بضيق تنفس من تورونتو وحتى نيويورك. ستشهد كندا ولأول مرة شوارع خالية، والناس تلتزم بيوتها وفي عدة مناطق كندية، وذلك من جراء حصول حدث مؤسف. طلب المسؤولون والمختصون سكان بعدم الخروج إلا للضرورة وتجنب الأنشطة في الهواء الطلق. المعاناة البشرية من أمراض بعيد من هون يا رب، بعيد عنا وعنكم، أمراض السرطان أراها، وذلك أراها تتخلص من هذه المعاناة والأوجاع بإذن الله، وذلك عن طريق دواء فاعل بات على وشك الظهور والتداول في الأسواق العالمية، ويصل إلى معالجة أصحاب هذه المعاناة من هذا المرض الخبيث، وذلك خلال المرحلة القادمة سنة 23. صح. نجحت أبوظبي في امتلاك علاج دوائي ثوري جديد يدعم قدراتها المتنامية لعلاج السرطان، لتكون بذلك من أوائل الدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الحصول على هذا العقار الذي يعد نقلة نوعية في علاج مرض السرطان باستهدافه علاج العديد من الأورام السرطانية. وأرى أن الصراع الدائر اليوم على أرض السودان سوف يشهد المزيد من التصعيد والاشتباكات، كما سيشهد المزيد من القتال وسفك الدماء، وخاصة في عمليات الاغتيال. ومع دخول الأزمة شهر الثالث، دخلت الحرب في السودان منعطفا جديدا، حيث أقدمت مجموعة مسلحة على قتل والي ولاية غرب دارفور خميس أبكر، ليتراشق بعدها أطراف النزاع الاتهامات بالوقوف وراء الحادث. فرنسا ستكون أمام إعلان حالة من حالات الطوارئ، وفي العاصمة باريس على وجه الخصوص، وذلك بسبب حدث مؤسف. في شارع سان جاك وسط باريس في الدائرة الخامسة حصل انفجار أدى إلى وقوع واجهة بناية كاملة. هذا الانفجار تبعه حريق امتد إلى بعض المباني المجاورة، وعدد الجرحى بلغ 7 حالات خطيرة. أرى الأنظار ومعها الإعلام يتجهان إلى غواصة في البحر بسبب حدث مؤسف يجعل العالم يتأهب أمام حالات القلق والخوف. يحبس العالم أنفاسه في متابعة مستجدات الغواصة تايتان التي اختفت من على الرادار، وبداخلها 5 من أغنياء العالم غاصوا في أعماق المحيط الأطلسي. انفجار بهز أحد المقاهي بيسفر عن سقوط عدد من الضحايا والجرحى للأسف الشديد، وذلك خلال 23. لقي 31 شخصا أسرهم إثر انفجار ناجم عن تسرب غاز في مطعم في منطقة بشمال غربي الصين. سيكون المغرب أمام اكتشاف ثروة نفطية جديدة في صحراء المغرب الكبيرة، وهذه الثروة سوف تفجر ثورة اقتصادية ومالية غير مسبوقة، والغاز المغربي يشكل الحدث. نجد في الرباط اكتشافات جديدة يتوقع أن تدعم إنتاج المغرب من الغاز الطبيعي، حيث تشير التوقعات إلى أن إنتاج الحقول الجديدة في منطقتي تندرارة والعرائش في المغرب سيصل إلى نحو 151 برميل يوميا من النفط الخام والمكثفات، بالإضافة إلى 50 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز الطبيعي. حشرات تنتشر
في العالم وخصوصا أمريكا. الكابوس الحقيقي عاشه أهالي مدينة إلكو بولاية نيفادا الأمريكية، حيث أفاقوا على أسراب صراصير المورمون غطت الطرق والمنازل والمحاصيل الزراعية، وهو ما سبب حالة من الذعر للمقيمين هناك. كارثة تطال أحد الغواصات في البحر وتثير القلق في عدة دول. ساعات بقيت حتى نفاد الأكسجين من الغاطسة السياحية تايتن التابعة لشركة أوشن جيت وركابها الخمسة. فرق دولية تشارك في عملية البحث، تتضاءل فرص إيجاد الغاطسة مع مرور كل ساعة. انفجار ضخم يهز العاصمة الفرنسية للأسف باريس. أفادت وسائل إعلام فرنسية بوقوع انفجار كبير في الدائرة الخامسة بباريس. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سنراه في موقف محرج جدا وفي حالة انزعاج كبيرة، وذلك جراء حدث عسكري أو أمني تكون له تداعيات مهمة تجعل القيادة الروسية في حالة إرباك وتوتر شديد في قلب روسيا. التمرد المفاجئ الذي أطلقه بريغوجين الرجل المقرب من بوتين لم يدم 24 ساعة بعدما اجتازت أرتاله منطقة فيرونيج لتصل إلى مسافة 200 كيلومتر من العاصمة موسكو، تراجع إثر مفاوضات تمت بواسطة الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو. رئيس بوتين بيتعرض لمحاولة انقلاب. انقلاب بيقبل فشل. تمرد، انقلاب، خيانة، طعنة في الظهر، تهور. تعددت الأوصاف قبل أن يسحب قائد فاغنر قواته إلى معسكراتهم. انهيار مبنى في أحد المدن المصرية، وللأسف الشديد سوف يؤدي هذا الانهيار إلى سقوط عدد كبير من الجرحى والضحايا. انهيار مبنى من 13 طابقا في الإسكندرية وعدد كبير من السكان تحت الأنقاض. مظاهرات وأعمال شغب تعم فرنسا، يشتعل معها الشارع الفرنسي مما يؤدي إلى حالات سلب ونهب وحرق وتخريب. ليلة أخرى من ليالي الغضب في فرنسا تحولت فيها عدد من مدن الضواحي إلى ساحة مواجهات بين الشرطة وشبان غاضبين. ساعات من الكر والفر قبل أن يسفر الصباح عن مشاهد مثل هذه. فرنسا 23 ستكون تحت رحمة المظاهرات والاحتجاجات والغضب والشغب. غضب وعمل شغب ومواجهات، هذا ما بدا عليه المشهد الفرنسي الملتهب إثر حادثة هزت الشارع والرأي العام. قتل على إثرها مراهق فرنسي من أصول جزائرية في 17 من عمره. أرى حريق يندلع في الإمارات وأتمنى أن تمر بسلام وبدون أي ضرر بشري. المظاهرات والفوضى تعود إلى الشارع الفرنسي من جديد بسبب حدث مؤسف، وسنرى المواجهات تشتعل بين الشرطة الفرنسية من جديد وبين حشود وأعداد غاضبة من الجالية الجزائرية والمقيمين في فرنسا. أعمال شغب عمت مدن عدة بمنطقة باريس، تخللها نهب وتخريب ممتلكات عامة منذ مقتل الفتى نائل ذي الأصول الجزائرية الثلاثاء. أرى أننا سنشاهد بالصوت والصورة فضيحة تطال دار حضانة في أحد المدارس التي تعتني بالأطفال. تخيل أن توصل ابنك أو ابنتك صباح كل يوم إلى مغارة مغطاة باسم دار حضانة، مزينة بالألعاب وبالألوان، وتخبئ خلف جدرانها أنين أطفال يعذبون من قبل وحش بجسد امرأة.